طمنا عن مستوى الحراس اللي من المتوقع ان ينضموا لمنتخبنا خلال المعسكر القادم. لا كل اللي مش حراس مرمى المنتخب بس، انا دايما بقول ان كل الحراس حتى اللي ما وقعش عليهم الاختيار مقدين موسم رائع جدا. كل واحد في كل نادي لو بصيت على كل نادي هتلاقي حارس واثنين بيلعبوا مستمرين في اللعب ومقدمين حققين هدف اهداف انديتهم يعني. ده انا بقوله بقالي من الموسم اللي فات مش من الموسم ده، في تطور في اداء حراس مرمى البلد كلها، كل ال 18 نادي عندهم حراس وعندهم حراس كويسين. طبعا احنا بنختار منهم ثلاثة او أربعة اللي هم في احسن حالة، في طبعا يعني حراس بيبقوا اساسيين في الاختيار في المنتخب نتيجة خبراتهم ونتيجة تواجدهم الدائم وعدد ساعاتهم الدولية وطبعا ثقتنا الكبيرة فيهم، وبعدين بنختار يعني انسب ثالث او رابع من المتألقين في الدوري يعني. هل من الممكن ان نرى وجه جديد في الحارس الرابع؟ هو الموضوع مش موضوع فردي يعني، ما احنا تيم ورك، بنقعد على الموضوع وبندرسه بشكل جيد وبنقرر مين يكون موجود ومين ما يكونش موجود بمنتهى العدل والشفافيه يعني. بتطمن على احمد الشناوي امتى هيرجع تاني لمنتخبنا الوطني؟ هو طبعا كان في مكالمه بيني وبينه من يومين تقريبا، وطمني ان هو نزل الملعب وعرفت ان هو نزل التمرين اللي فاتت كلها ما عدا التقسيم الاخرانيه، والحمد لله اموره كويسه. طبعا كلمت مع كابتن ايمن طاهر وشرح لي حالته ودايما على اتصال يعني، عشان بالنسبه لكل الحراس يعني مش احمد بس احمد عشان كان عنده اصابه يعني. كابتن احمد، بصراحه شايف ان اختيارك للكابتن عصام الحضري في الفتره الاخيره او في المعسكر الاخير كان دافع لتالقه في مبارياته الاخيره مع وادي دجله؟ لا، هو حتى قبل ما يجي المنتخب كان شايل الفرقه يعني، عصام عنيد ومؤدي موسم ممتاز، عنده ريكورد برضه السنه دي 15 مباراه ما استقبلش فيها اهداف في السن 43 يعني، فبنحييه وبنقول له يعني انت واحد من اهم حراس مرمى في تاريخ مصر وافريقيا، بنحتاجه وبنلاقيه زيه زي كل الحراس يعني. تعليقك على الانتقادات التي توجه دائما لشريف اكرامي؟ والله لا يعني، انا مش دايما بنحاول نرفع معنويات الناس كلها. الشريف حارس كبير وحارس دولي وعنده عدد مباريات في الثلاث اربع مواسم اللي فاتوا تقول ان هو من الحراس الاوائل في مصر، فطبعا احنا لازم طول الوقت بندعمه وطول الوقت عارفين امكانياته كويس جدا، ما بنبصش لاي انتقادات الناس لان احنا لو بصينا الناس بتنتقد كل الاشياء يعني، فلكن احنا اولادنا عارفينهم وعارفين امكانياتهم واقفين جنبهم ومعاهم، وحتى عندنا يعني منافسات كبيرة كاس عالم، ومش عايزين نفقد حد من الناحية النفسية ولا البدنية ولا الفنية ولا الذهنية، دايما واقفين معاهم يعني. أخيرا، هل بالفعل تم اختيار جنش للمعسكر القادم؟ لسه ما عدناش في اختيارات خالص يعني، أنا بسمع وبشوف زي كل الناس. جنش عجبني جدا، ولد ممتاز بيأدي بشكل رائع زي كتير من حراس المرمى، زي برضو حالة أحمد عادل عبد المنعم، لما ما شريف بيحصل له أي حاجة بتلاقي أحمد عادل عبد المنعم برضو بيشيل النادي الأهلي، ودي حاجة كويسة جدا. زي ما قلت لك إن في كل نادي في حارس واتنين، عجباني شخصية جنش جدا وبيلعب بثبات ومش قلقان، وطبعا دي مواصفات كويسة في الحارس في المستقبل إن شاء الله.